حضور الحفل الكبير اللي هيقام في أكرا في ديسمبر القادم إن شاء الله القائمة المحلية بقى للمحترفين داخل أفريقيا ودي زي ما المهندس عادل أشار لكم كان عشان أبو تريكة ظلم كتير أبو تريكة ظلم حتى وإحنا في كاس العالم لليابان في مرة كان من المرات هياخد أحسن لاعب في مباراة ده طلع طلع رئيس المنظمة أنا قاعد آه. جنب الكابتن طارق سليم آه. وورانا الكابتن الخطيب وجنبيه السفير أي. فجاه رئيس اللجنه المنظمه قال لو سمحتوا اتفضلوا تحت خير قال كابتن ابو تريكه فاز باحسن ثالث لاعب في البطوله آه. نزلنا آه. وقفنا تحت واحنا واقفين فوجئنا ادوا آه آه الجائزه الاولى لديجيكو آه. وبعدين الجائزه الثانيه مش عارف مين والجائزه الثالثه رونالدينهو اه يوميها برشلونه خسر من ناسيونال اه تسويقيا فبصينا للراجل كده فعمل كده عمل كده وبعدين قال لنا متاسفين الراعي غير في, في اخر دقيقه لحظ. لان مش معقوله كانوا عاملين حسابه انه برشلونه هيكسب ورونالدينو كان هياخد الجائزه اه فلما خسر برشلونه مش معقول الراعي عايز عش دل رونالدينو عشان هو ده اللي هيتسوق تصويره بتاعه وابو تريكا واقف والسفير واقف وكلنا واقفين عشان اتسلم الجايزه واحنا يعني حرس الشرف فاكر ابو تريكا ساعتها واحنا بنقول له قال لك يا عم ده رونالدينو قال لك انا <applause> لو سالوني <applause> هختار رونالدينو هختار <applause> رونالدينو يعني كان بسيط برضه فال بالنسبه للاهلي